صندوق ما عليك شي جوج نجيب لك واحد اخرى. لا صافي سير. السلام عليكم ورحمه الله. كما يحز في خاطرنا دائما باسرائنا لهذه الجرائم التي نسمعها وتتداول في بلدنا المغرب. نحن ندين وبشده لهذا الفعل الجرمي اللي وقع في بلده زاكوره، لانه اكلموس ما معروفش بالجرائم. الناس داكلموس ناس لطفاء زوينين ظريفين. هذا السيد اللي دار هذه الجريمه هذه راه ماشي من المنطقه ديال اكلموس. المهم هو لربما كما نقول تخزن ولا تخبى كما نقول بالدارجه العربيه عند شي ناس هنا. ندين وندين بشده لهذه الجرائم، ونحن امام سيريس الدرك الملكي حتى لو نشويشها بصيغه البحث ديالهم. ما يمكنش نتدخلوا في شي حوايج. هذا السيد خصو يتعذب وخصو يقول الجرائم اللي قال كامله ماشي غير هذه. وشكرا لجريده عبير، وشكرا للزميل عبد العزيز امزاز، وتحيه لكم.